إذن في حلقات سابقة كنا قد طرحنا ملف صحي عمراوة الطبي الذي أنشئ عام 2008 وبيخدم نحو 12,000 نسمة، واللي تم إغلاقه منذ أكثر من 3 سنوات بسبب تصدعات ظهرت على الجدران والسقف، مما اضطر أهالي القرية إلى الذهاب إلى مراكز صحية أخرى أو مستشفى الرمثة الحكومي اللي بيعتبر أنه بعيد عنهم، طبعا بيكبدهم معاناة مالية صحية. وفي استضافة لمدير الصحة في لواء الرمثة الدكتور ظاهر وعد الانتهاء من أعمال الصيانة في المبنى بشكل قريب جدا، وبالفعل تم افتتاح بمعية وزير الصحة دكتور فراس هواري يوم الثلاثاء الماضي مركز صحي عمراوة في لواء الرمثة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل اللي بلغت تكلفتها 165,000 دينار. نتابع التطورات على هذا الملف ونبدأ بكلمة الدكتور فراس الهواري وهو وزير الصحة. أكيد اليوم احنا في افتتاح هذا المركز الصحي نستمر في مسيرة وزارة الصحة في تحديث البنية التحتية. هذا المركز الصحي كما تعلمون اليوم كان مركز صحي فرعي، وزارة الصحة لديها خطة للتخلص من جميع المراكز الفرعية، وهذه الخطة تقوم على استحداث وترقية وتحسين البنية التحتية للمراكز بشكل عام. هذا المركز جاء اليوم بالتعاون ما بين اللامركزية ووزارة الصحة، فجاءت التمويل لهذا المركز مشترك، وقمنا بترفيعه من مركز صحي فرعي إلى مركز صحي أولي يحتوي على خدمات المراكز الصحية الأولية من أمومة وطفولة وأسنان ومختبرات وصيدلية، وهناك أيضا غرفة للحالات الطارئة. وزارة الصحة تستمر بإنجازاتها على مدى هذا العام، قمنا بافتتاح أكثر من 11 مركز صحي في 8 محافظات، إعادة تأهيل مراكز صحية عديدة، افتتاح مستشفيات وتوسعتها مثل مستشفى الأمير حسين، مراكز للأسنان متخصصة في الرمثة في مادبة، إضافات لأجهزة الجنين المغناطيسي وتوسعة لأجهزة الكلى في مستشفيات النديم. بالتالي كان هذا العام عام حقيقة مليء بالإنجازات. نعم، إذن نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الكرام الدكتور ظاهر البلص وهو مديرية صحة الرمثة، والسيد عيسى رمضان عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة سهل حران. نبدأ مع الدكتور ظاهر مديرية صحة الرمثة، يعطيك ألف عافية دكتور. مساء الخير، الله يعطيك ألف عافية. نعم، بداية حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الافتتاح، كم كلف وماذا يقدم من خدمات للمواطنين؟ الله يعطيك العافية. بتعرفي مركز صحي عمراوة هو مركز صحي أولي مثل ما حكيتي، تم إغلاقه منذ 3 أعوام، وتم إنشاء صيانة إنشائية كاملة للمركز، وكانت الصيانة بجهود مشتركة ما بين اللامركزية اللي دعمتنا بموازنة تقدر ب 63,000 دينار وما بين وزارة الصحة، حيث تم إنشاء المركز وتصميمه وإعادة تصميمه بالإضافة إلى صيانة مرافق المركز كاملة من بداية من الجدران إلى البنية التحتية في المركز إلى أجهزة الأسنان الموجودة، حيث تم تركيب جهاز أسنان جديد إلى أجهزة مختبر جديدة. فإحنا مركز صحي عمراوة بنقدر نقول حاليا يقدم الخدمات الصحية بشكل يرضى عنه المواطن وبشكل ملموس واضح جدا للعيان. نعم دكتور ظاهر، هل هناك طموحات أخرى لدى وزارة الصحة فيما يخص هذا المركز؟ بتسمحي لي يعني أول شيء أنا بحب أشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور فراس الهواري وعطوفة الأمين العام الدكتور رادي شبول. إحنا بهالفترة هاي بوزارة الصحة مثل ما حكى معالي الوزير عم بنعيش فترة ذهبية ما بين إعادة البنية التحتية لجميع المراكز، فمركز صحي عمراوة اللي بيزوره حاليا رح يتفاجأ بالمستوى اللي أصبح عليه مركز صحي عمراوة، بعد إن كان مركز متهالك متصدع أجهزته قديمة، تم تحديث جميع الأجهزة في هذا المركز ويقدم كافة الخدمات الصحية التي يرضى عنها المواطن ويرضى عنها مقدم الخدمة في المركز. نعم، ودكتور ظاهر كانت التكلفة 165,000 أم أن هذا الرقم غير دقيق؟ لا لا لا، التكلفة كانت فيما يقارب 165,000 دينار مثل ما حكيت لك، دفعت منهم على حساب موازنة اللامركزية 93,000 دينار والباقي تكفلت فيه وزارة الصحة. نعم، مجموع المبالغ التي قدمت للمركز بما يقارب 165,000 دينار.
كل الشكر للدكتور ظاهر البلص مدير مديرية صحة أرمثا، وأنتقل إلى السيد عيسى رمضان عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة سهل عوران. سيد عيسى يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية، يسعد مساكم يا رب. نعم. المستمعين والمشاهدين، بداية مبارك لأهلنا في الرمثة ومبارك لحضرتكم هذا الإنجاز، حدثنا أكثر عنه وعن ملاحظات أهالي الرمثة اليوم على هذا المركز. بارك الله فيكم. المركز كان بحاجة ماسة للصيانة وللإنشاء، لبعض الإنشاءات من خلال الصور كان متصدع، وداخل المركز أيضا كان هناك مشاكل في البنية الأرضية. فمن مبدأ المسؤولية والتشاركية مع أبنائنا وأهلنا في عمراوة، منطقة عمراوة، رأينا أن نتحمل المسؤولية معهم، ومن مبدأ التشاركية مع وزارة الصحة بشكل عام ومديرية صحة الرمثة بشكل خاص والمدير الدكتور الظاهر بلص، حيث تم تخصيص ما يقارب 90,000 من موازنة مجلس محافظة إربد للمساعدة مع وزارة الصحة لترميم مركز صحي عمراوة الأول. نعم سيد عيسى، هل كانت هناك أي ملاحظات أولية من قبل المواطنين حول هذا المركز؟ والله تم الافتتاح برعاية معالي الوزير، وكان حضور كبير من قبل أهالي عمراوة ومن قبل المسؤولين في الرمثة، عطوفة المتصرف، عطوفة مدير الصحة، وأشخاص كثيرين، وعطوفة الأمين العام رائد شكوت. فوجدنا وشعرنا بفرح الأهالي بإنجاز هذا الأمر، وكفيناهم المعاناة أن يذهبوا إلى مراكز بعيدة عنهم أو إلى مستشفى الرمثة ما يبعد 30 كيلو عن أهل عمراوة. نعم سيد عيسى، يخدم هذا المركز الصحي حوالي 12,000 نسمة؟ نعم يخدم قرية عمراوة البالغ عدد سكانها 12 أو يزيد، شيء قليل. نعم، ومن خلال يعني تقييمكم أنتم لهذا المركز، هو مجهز بالكامل حتى يعني يستوعب هذا العدد؟ نعم تم تجهيزه، وكما شاهدنا بمعية معالي الوزير ومعالي مدير صحة الرمثة وعطوفة متصرف الرمثة، هناك إنشاء غرف جديدة كغرفة الطوارئ، والمختبرات جاهزة لاستقبال المراجعين ومقدمين الخدمة الصحية في مركز صحي عمراوة، مشكورين ببذلوا أقصى الجهود لخدمة أهلنا في بلدة عمراوة العزيزة. كل الشكر للسيد عيسى رمضان عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة سهل حوران.